السلام عليكم، معكم مجوهرات باريس عند فيصل. كنبيع الدب 18 كاره كما كيبيعوا الدبيه كاملين في المغرب، كنديروا الارسال فيما كنتي في المغرب بالمجان. كنت واجد في مدينه ازرو، بالضبط زنقه فلسطين، اهداف ازرو. نمرات الهاتف ديالنا 06 59 64 01 90. بالنسبه اليوم دايرين بروموسيون في الدب، كاين اليوم تخفيضات. بالنسبه لليوم كاع الشكالات اللي غادي نوريكم، لا في الرومي لا في البلدي لا في كل شيء، اليوم دايرين فيهم بروموسيون 390 درهم للغرام والارسال بالمجان. بالنسبه للشرايات كاين خواتم، كاين غورميطات، بالنسبه للسنس الرافينيتي كاين شكالات بزاف. بالنسبه للناس اللي دخلوا معنا دابا، مرحبا بكم، عاونونا شويه بالبارطاج. الناس اللي كيبارطاجيو معنا كيستافدوا الولا في لي ميزات اللي كيكونوا في البروموسيون. بالنسبه كما قلت لكم في الاول، السلعه كاع اللي كاينه اليوم 390 درهم للغرام والارسال بالمجان فيما كنتي في المغرب، ما تخلص حتى توصلك السلعه ديالك. صبروا معنا واحد دقيقه لمين تصحقوا الاخوان ونبداو اللايف ان شاء الله. ام ريان، السلام اختي، بخير. نبداو معكم على بركة الله. كاين بالنسبة للول، كاين غورميت ديال الاس، جي كلو داير بالاس، خدمة جديدة وموضي زوامل. بالنسبة للثمن ديالو 390 درهم للغرام، الطول كيجي متوسط كولي، شكيل لي زوامل وبالنسبة للصاجي صحيح. بالنسبة للميزة اللي فيه، فيه 17.8 الغرامات، 390 درهم للغرام. في اللبسه ديالو كيجي غزال، فيه جهاز سامبل وشويه د النقش، سامبل والنقش. بالنسبه كما قلت لكم في الاول اللايف، كاع السلعه اللي غادي تدوز في اللايف 390 درهم للغرام والارسال طبعا بالمجان. كاين كما وريتكم الاول الغورميت، غورميت ديال الاس، كاين بحال هكا السنسلة د الرافينيتي، كتجي كولي، شكيل لي غزال و زوينة. بالنسبة للصاع جاية سنسلة صحيحة، شكيل لي رائع. حتى بالنسبة للثمن ديالها 390 درهم للغرام. بالنسبة للغرامات ديالها 9.8 الغرامات في هاد السنسلة، السنسلة د الرافينيتي. بالنسبة لكلي لي كيفسونا على السنسل ديال الكورميت التقال، بالنسبة لبحال هكا سنسلة د الكورميت تقيلة وغزالة، فيها اسم الله، كيجي باين وكبير، طول السنسلة لي طويلة.
بالنسبة للغرامات اللي فيها 5.3 ديال الغرامات، ثمن 390 درهم للغرام. سلسلة الكورميت صحيحة وطويلة، فيها تعليقة ديال اسم الله. دميليجيت اختي، هما هادو شرت لها ديال 390 درهم للغرام. بالنسبة للغرامات اللي فيها، فيها اختي 36 غرام فاصلة 4. الدورة فيها متوسطة، غتكون هاديك 6 6 ونص، فيها 36.4 الغرامات، 390 درهم للغرام. كاين بالنسبة للكرافاش، كرافاش اللي يجي طويل وصحيح، دبلون منبس بالحجر، شكل اللي زوين. بالنسبة للطول شي طويل. بالنسبة للغرامات اللي فيه 10.7، والثمن 390 درهم للغرام، والإرسال بالمجان. الناس اللي كيشاهدوا معنا الله يعاونونا شويه بالبارطاج باش كلشي يستافد. السلسله ديال الغورميت، السلسله اللي ثقيله، دبلون زوين وصحيح، نبت بالحجر، فيه الدبل ابيض وصفر. السلسله ديال الغورميت صحيحه. بالنسبة للغرامات اللي فيها 7.3 الغرامات، كاين البنات بحال هكا اونسومبل، بغات اونسومبل بروموسيون، حتى هو 390 درهم للغرام. كاين براسلي ديالو بحال هكا، كيجي كيتحل ويتسد بحال شكل الكورميط، فيه الخاتم ديالو على هذا الشكل. بالنسبة للاونسومبل جاي صحيح، لا في الخاتم ولا في كلشي. فيه الخاتم، فيه حلقات كيجيو مدورين ماشي بالشكل العادي، حلقات اللي كيتحلو وتسدو هكا وكيبقاو مدورين. والتعليقة ديالو موديل لي رومي دلان فيل. بالنسبة للثمن ديالو 390 درهم للغرام. الميزان اللي فيه 13 غرام ونص. بالنسبة للأونسومبل، أونسومبل فيه 13 غرام ونص، براسلي، الحلقات، الخاتم والتعليقة، الثمن ديالو 390 درهم للغرام، 13 غرام ونص، الشكل ديال لانفيني. بالنسبة للناس اللي كيبغيو خواتم ديال الشبكة الكبار، خواتم لي صحاحين وباينين، تاهما 390 درهم للغرام. بالنسبة لهدا فيه 4 غرام ونص، شكل لي زوين وباين فيه. كاين بالنسبة للكبير ديالو، خاتم الشبكة الفيرساتشي، الغرامات ديالو 5.5، الثمن ديالهم 390 درهم للغرام. كاينين خويت مات المارياج شكل البنانة، تاهما بروموسيون، وبالنسبة للميزان فيهم ميزان زوين، 4.8 الغرام، في الثمن كيجيو ثمن زوين. والإرسال بالمجان فين ما كنتي في المغرب، الشكل الأول بحال هكا، الشكل الثاني شكل لي رومي زوين. بالنسبة للصح صحيح، البروموسيون اللي عندنا اليوم هو كلشي 390 درهم للغرام. بالنسبة لهذا الميزان ديالو فيه 6.1، 390 درهم للغرام، والإرسال بالمجان.
خويت بحال هكا ثلاثه الالوان الابيض الاحمر والصفر، شكل اللي صحيح وزوين. بالنسبه للميزه اللي فيه، فيه 4.2 الغرام، 390 درهم للغرام الارسال بالمجان. كاين خوات بحال هكا عين وحجم، خوات ديال التسريه، خصم اللي صحيح وزوين زوق بالذهب الابيض. بالنسبه للميزان ديالو 5.2، وكاينين اشكالات اخرى اللي بغا في المارياج ولا في خوات مخرين يدخل عندي الواتساب ونصيفط له اشكالات بزاف. بالنسبه للثمن كما قلت لكم في البدايه ديال اللايف، 390 درهم للغرام والارسال بالمجان. كاين بالنسبه بحال هكا ثلاثه الخواتم الابيض الصفر والاحمر، شكل اللي رومي وصحيح، والثمن ديالو 390 درهم للغرام. كاينين بحال هكا حلقه ديال اللويزه، بالنسبه للحلقه ديال اللويزه راه كيتباعوا بياسه، ما كيتباعوش على حساب الغرام. كاين حلقه ديال الفروش، جايين طاسة حلقة لي صحاح وثقال. بالنسبة للثمن ديالهم 4300 درهم، هادو حلقة اللويزة ما كيتباعوش بالغرام، كيتباعو على حسب البياسة. تباعو حلقة ديال اللويزة كاملة. كاين بالنسبة للصغار ديالهم نص اللويزة، شكل لي بحال هكا زوينين صحاحين، فيهم حجيرة حمراء وفيهم ثمن زوين. بالنسبة للثمن دادو 1300 درهم، حلقة ديال نص اللويزة. كاين شكل آخر فيهم الكبار ديالهم نص اللويزة ولكن يتقل منهم وصحى، هادو دايرين 2000 درهم. بالنسبه للكليه اللي كانوا بغاو السناسل، السناسل الموديلات اللي زوينين كيجيو خفافين و موديلات روميين، شكل جديد ديالهم. حتى بالنسبه لهادو راه بروموسيون، هادو 1100 درهم، سلسله ب 1100 درهم والارسال بالمجان. فيهم اشكالات بزاف، دو فيهم هادو ديال الويزات، شكلات لي زوينين و عصريين بزاف. شكل الخميسة بالنسبة للسناسل الثمن ديالهم 1100 درهم و الإرسال بالمجان فينما كنتي في المغرب. اللي بغا شي اشكالات اخرين في البروموسيون بالنسبه ل 390 درهم، ما كاينش اشكالات اخرين، ما عليه يدخل عندنا الواتساب ومرحبا بالجميع.